سنة 95 أو أواخر 95 أواخر 2005 سوري. محمد حمص لدي أسئلة ما ينفعش دنا 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 يعني كاتب من ضمن اللي كاتبين التاريخ. كان مهاجم كابتن حسام حسن، عبد الحليم علي، عماد متعب، عمرو زكي، أحمد حسام ميدو، محمد زيدان ومحمد شوقي في قدام البرازيل، و في ماتش إيطاليا حمص طبعا احنا أحمد فتحي وعمرو زكي، و كان عمرو زكي جاب جونين تقريبا وأحمد فتحي جاب جون، والجون الرابع مين اللي جابه؟ أبو تريكة جاب الجون الرابع. أنا بقول لك دي أسئلة كلها يعني أنا جزء منها، اللي صنع الهدف زيدان، اللي صنع الهدف لجده، وزيدان اللي صنع الهدف لأبو تريكة برضه في 2008، يعني زيدان في البطولتين عامل مشترك. خدها مرتين بشكل عام في منتخب مصر. أنا العبد الله اللي أنا واقف قدامك.